ابو عبد الله تفضل يا اخي ابو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير الله يحفظك. الله يحفظك الجميع. ودنا نكلم الشيخ الله يرضى. تفضل بس ارفع صوتك غدي يسمعك ان شاء الله. الله يجزاك خير يا شيخ. لي جدتي متوفيه ودي اشركها معي في الصدقات الله يحفظك. نعم نعم جزاك الله خيرا. إذا كانت جدتك أو غير جدتك تريد أن تتصدق عنها مع صدقاتك تدعو لها مع دعائك لنفسك فهذا لا بأس به، بل هذا مستحب لما فيه من نفع الميت وصلة القريب، فأنت مأجور على هذا. نعم.